طيب، كنا وقفنا عند السلايد اللي بتتناول الـ decision making instructions. أخذنا قبليها الشابتر ده عموما بيتكلم على الـ MIPS assembly language، وقلنا إنه الـ assembly language تمثل الـ instructions اللي كانت الـ list of operations اللي هو مسميها instruction set architecture اللي على اساسها بيديزاين الماشين بتاعته. فهو لما جه ديزاين الماشين بيفكر هو عايز تنفذ عمليات ايه، وبعدين بقى بيقعد بقى يحلل العمليات دي ويفلترها كده لغايه ما تبقى بناء متكامل انستراكشن سيت اركيتكشر، وهو ده اللي بيتحول بعد ما الماشين تتعمل الى الاسمبلي لانجويج اللي المفروض انها تقوم باي عمليه طبيعيه تطلب من الكمبيوتر. فدرسنا البيزك انستراكشنز، ابتدى بالاد، او العمليه دايما بتتعرض عمليه الاديشن، عمليه اساسيه جدا، واختها السبتراكت، وورينا اللود والستور من الميموري، وشفنا بقى بعد كده اللوجيك انستراكشنز اند واور ونور والشيفت اوبريشنز شيفت انستراكشنز. وشفنا بقى بعض الحاجات اللي يعني عرفنا مثلا ان هو ما عندوش انستراكشن بتنقل من ريجستر لريجستر، فاخد بديل عنها الاديشن مع زيرو، وعمل انستراكشن اسمها لود ابر ايميديت. يبقى احنا ايه، اخدنا كده جولة في معظم الانستراكشنز، بدأنا من البسيط وبنمشي معاه، كل شوية بيعرفنا على حاجة جديدة لما بيلاقي نفسه في حتة معينة مش لاقي لها بديل، أو البديل بتاعها يعني بياخد وقت، وهو كان ممكن لو ادانا انستراكشن هيوفر وقت. يعني هو بيحاول يصمم تصميم من وجهة نظره اوبتيمال، فلو لقى في انستراكشن مطلوبة ما ينفعش تتعمل خالص لازم يوجد لها انستراكشن، ما ينفعش في عملية ملهاش انستراكشن، بس يا إما بيكون ليها انستراكشن بشكل مباشر او عن طريق استخدام انستراكشنز ثانيه. كلما كانت الانستراكشن دي بتطلب بشكل متكرر، قاعده اللي هو ميك ذا كومن كيست فاست، الحاجه اللي بتطلب كتير لازم يكون موجود لها حاجه تتعمل بسرعه، اللي ما بتطلبش كتير ممكن يعني نستبدلها بحاجات تانيه بدون ما نعمل لها انستراكشن مخصوص. وصلنا للديسيشن ميكنج اللي هي عمليات الاف ستيتمنتس واللوبس، ودي يعني إن كانت أساسية يعني لا يخلو منها لغة، إلا إنها دايما بتيجي كمرحلة متقدمة في دراسة اللغات عموما يعني. فعلشان نعمل if statements if else والloops لابد يكون عندنا مقارنة، وعلى أساس المقارنة بناخد قرار. عادة في الماشينز بصفة عامة بيكون في أمر للمقارنة غالبا، يعني لو حد فيكو درس ماشينز ثانية هيلاقي في أمر اسمه كومبير، بيتكتب بقى سي ام بي سي بي أو سي او ام، يعني ليه طرق كتابة مختلفة. هنا الراجل اللي بيديزاين الماشين دي قرر ما يعملش أمر كومبير مباشرة كده، مفيش أمر بيقارن بس، وإن كان الكلام ده هنقول يعني ليه اختلاف شوية بعد شوية، بس خلينا دلوقتي نبدأ إيه، إن هو في الأول خلينا كده نتخيل هو ماشي السيناريو كده، إن هو في الأول قرر ما يحطش أمر كومبير، ولكن هو لقى إن في عملية مقارنة، وبعد المقارنة في عملية قرار، القرار ده إن هو ينفذ مجموعة instructions وما ينفذش مجموعة دي based على condition، based على condition اللي هو محل المقارنة. فعلشان ينفذ مجموعة وما ينفذش مجموعة تانية، ده معناه ان هو هيتفرع في البروجرام، هيروح لسطر غير السطر اللي هو واقف فيه، غير السطر اللي هو كان هينفذه بعديه، ده عن طريق instruction بتنط من المكان اللي هو من المسار الطبيعي لمسار لسطر تاني بعيد، بعيد قبله او بعده. فدايما كان بيبقى فيه امرين، كومبير وراها الامر اللي بينط اللي هو برانش او جامب في اللغات عموما، انا بتكلم بصفة عامة دلوقتي قبل ما ادخل فيه هو عمل ايه بالظبط. هنا بقى عمل ايه،
هنا جمع الامرين دول في امر واحد اللي هو سماه برانش، وحط الكونديشن يا ايكوال يا نوت ايكوال. يبقى هو ما لغاش الامر كومبير، هو ضمه مع امر البرانش في امر واحد. فهنا عنده امرين بي اي كيو وبي ان اي، برانش في ايكوال. بيعمل ايه؟ بيعمل حاجتين، مقارنه ما بين اول تو اوبرانس، يعني في المثال ده تي 0 وتي 1 بيقارنهم ببعض، هل هم ايكوال في حاله بي اي كيو وهل هم نوت ايكوال في حاله بي ان اي. في كلا الامرين لو لو الكونديشن تحقق، تحقق يعني معناها ان في الاولاني تي 0 بتساوي تي 1، في الثاني معناها ان تي 0 لا تساوي تي 1. في حاله تحقق الكونديشن بيبرانش الى مكان ثاني، المكان الثاني ده متعلم عليه باسم، معمول له اسم، انت في البروجرام وانت بتكتبه كتبت جنبه اسم، الاسم ده هو الليبل. فعشان كده انت الليبل ده اسم انت بتسمي بيه سطر من السطور وبتستدعيه هنا لما بتعمل امر البرانش. طيب بما ان الامر ده احنا كده يعني بنتخيل نفسنا ان احنا مع الراجل، هو بيديزاين، هو بيديزاين لقى ان هو محتاج يحط الامر بالصوره دي، وزي ما قلنا هو جمع العمليتين، عمليه المقارنه وعمليه البرانش، وبالتالي المكان اللي هيعمل له برانش ده المفروض اسم انت حطه جنب السطر اللي انت رايح له. الاسم ده يمثل عنوان المكان. طيب احنا عرفنا من المرات اللي فاتت ان العنوان بيتحط في 32 بيتس، يبقى معنى كده ان العنوان اللي هنا المفروض يكون 32 بيتس. طب بس الانستراكشن كلها 32 بيتس، ازاي احط العنوان لوحده في 32 بيتس؟ استحاله. فاللي حصل ان هو حط العنوان في 16 بيتس، وهنشوف بعد كده عمل ايه علشان يوصله ل 32، بس مبدئيا كده هو 16 بيتس. بما ان عندي مكان هيتكتب فيه 16 بيتس immediate value، فالانستراكشن دي واللي بعدها يتبعوا الاي فورمات. نفتكر كده احنا كان عندنا الار، وده كان بياخد 3 ريجستر، ما كانش فيه immediate values غير في عمليات الشيفت فقط، وكان 5 بيتس. النوع الثاني، الشكل الثاني كان الاي، وده اللي بياخد immediate، مكان immediate 16 بيتس. النوع الثالث الجي، وده مكان immediate كان 26 بيتس، ولكن ما كانش فيه اي ريجسترز، كان لازم يكون الاوبريشن والايميديت فاليو اللي هو 26 بيتس. فكان المناسب للاثنين دول طالما فيهم اثنين ريجستر وايميديت، فكان المناسب ليها هو الاي فورمات، وفيه الليبل يتحط فيه 16 بيتس. طيب دي عمليات البرانش كونديشنال. في عمليات تانية ان كونديشنال، هو بقى حب يفرق ما بين الكونديشنال والان كونديشنال، فاستخدم البرانش في الكونديشنال واستخدم الجامب اللي هي جي في الان كونديشنال. كلاهما نفس المعنى، كلاهما بينط من المكان اللي هو فيه الى مكان تاني، يعني بيغير مسار التسلسل الطبيعي بتاع البروجرام، ولكن اللي فوق ده هنا under condition واللي تحت الجي unconditional من غير condition، كده كده هيروح للمكان اللي هو عايز يروح. وليها صورتين احنا كنا اتكلمنا عليهم قبل كده، جي اللي هي بيديها العنوان اللي هو عايز يروح ليه، وهنا العنوان 26 بيتس، وقلنا ان هو لازم يتحول في الاخر الى 32 بيتس، وليها طريقه هنبقى نشوفها في الاخر. والثانيه جي ار بقى، جي ار معناها جامب برضو العنوان، العنوان ده بقى مكتوب في ريجستر، ده لازمه الار هنا، وبيدي له ريجستر. وقلنا ان الحاله دي الشكل ده خلاه يتبع الار فورمات، والعنوان ساعتها بيبقى 32 بيتس مكتوبين مباشره، خلاص مفيش عنده اي ليميتد سبيس هنا. طيب نرجع بقى تاني نقول دول هيفيدونا في عمليات الاف ستيتمنتس، الاف الس واللوبس. ليه؟ لان دي عمليات ديسيجن ميكنج، عمليات فيها اتخاذ قرار، والقرار هنا معناه ان هو بيتفرع، بيخرج من المسار الطبيعي للبروجرام ويطلع يروح لسطر تاني بعيد. فخلينا نشوف ازاي بقى هيستخدمه. هنا مدينا في الاكسرسايز ده كود بالسي، وعايز الميبس اسمبلي
كود المقابل لي. فدي if statement. if i equal equal j go to l1، و l1 ده label محطوط على السطر الأخير اهو، ساعتها هيعمل f equal f minus i. طيب لو i لا تساوي j يبقى معناها مش هيجو تو ال1، يبقى معناها هينزل على السطر اللي تحته f equal g plus h. خلص كده؟ لا مخلصش، لانه بعد ما يخلص f equal g plus h هينزل السطر اللي بعدها f equal f minus i. يعني معناه كده ان السطر الاخير ده هيروح له في كلا الحالتين، سواء i بتساوي g او i لا تساوي g، مفيش حاجه تمنع ان هو ما ينفذوش. الفرق ان في حالة i لا تساوي j هينفذ السطر اللي فوقيه الاول، مفيش هنا else، الكود ده مش حاطط else، فكده كده هينفذ السطر الاخير. السطر اللي قبله هو اللي هينفذه في حالة i equal j، ومش هينفذه في حالة i لا تساوي j، ومش هينفذه في حالة i equal j. طيب ازاي بقى هنعمل الكود المقابل لي؟ if i equal equal j هنا بيتست على كونديشن ان i بتساوي j. قبل ما نشوف الكود، هو قال لنا انه طبعا في ال C بيستخدم variables i و j و f و g و h. دي ال variables هي اماكن في الميموري، وممكن نستخدم ما يقابلها في ال assembly، بس دايما الافضل في ال assembly اني طالما يعني عندي القدرة اتعامل مع ال registers بشكل مباشر اني استخدم registers، بتبقى أسرع في التعامل. فالكمبايلر عادة أول حاجة بيفكر فيها إنه بيأساين الـ variables دي إلى registers، طبعا معنى القيمة ليها يعني. فإحنا بالنسبة لنا بيقول لنا إنه تخيل أو خلاص بقى حصل assignment لمجموعة الـ registers S0 إلى S4 عشان تقابل الـ variables F إلى J، يعني F بقى قيمته في register S0، وG في S1، وH في S2، وI في S3، وJ في S4. وبالتالي احنا هنتعامل مع registers مش مع variables. فلما اقول if I equal equal J معناها ان انا بقول if S3 equal equal S4. طيب بس احنا ما عندناش if في الاسمبلي، احنا بنعملها بطريقة تانية، يبقى استخدم واحدة من الاثنين branches، branch if equal ولا branch if not equal، كلاهما ينفع. دايما كده اعرف انك ممكن تستخدم كلا الكونديشنز، الاثنين هيشتغلوا، بس واحد فيهم بيتشيك على كونديشن وواحد بيتشيك على عكس الكونديشن، ففي كلا الحالتين تقدر تكتب كود، بس ترتيب الانستراكشنز هو اللي هيختلف. واحنا بنكتب الكود في كونفنشن كده علشان يعني ينظم عملية التحويل، ونبقى متفقين على حاجة واحدة، انك تحاول تحافظ على نفس الترتيب اللي انت شايفه ده، يعني انك عندك اتنين instructions في الاخر، اتنين arithmetic instructions، واحدة f بتساوي g plus h يعني عملية addition، واحدة subtraction، حاول تجيب عملية addition قبل subtraction علشان تعمل الترتيب ده يفضل زي ما هو. غالبا اللي بيحصل انك بتلاقي نفسك بتاخد عكس الكونديشن. بس خد بالك هنا if i equal equal j هينفذ اللي موجود في L1، يعني هو فعليا احنا هنا في الحالة دي هناخد الكونديشن نفسه branch if equal. يبقى انا لو قلت branch if equal، بس في حالات تانية هنشوفها لما بيكون فيها else هناخد عكس الكونديشن، لكن في الحالة دي علشان ما فيش else وكده كده هو بيجوته على اللي بيحقق له condition، فهناخد branch if equal. يبقى لو قارنا i و j اللي هم s3 و s4، هقول branch if equal s3 و s4 في حالة لو كانوا equal هيروح ل l1، لو ما كانوش equal مش هيروح ل l1، وبالتالي هينزل على السطر اللي بعد. احط بقى اللي انا عايزه، عملية الاديشن، ثم السطر اللي بعده احط عملية السبتراكشن. يبقى لو بصينا على الحل هتلاقيه فعلا استخدم branch of equal. ليه؟ لانه تحقيق الكونديشن هيخليه نط، فبالتالي هنا النط اللي هو branch
هيحصل لما الكونديشن يتحقق اللي هو ايكوال اس 3 اس 4 الى ال 1. ادي ال 1 هيحصل فيه عمليه السبتراكشن عادي جدا. سب اطرح اس 3 من اس 0 اللي هي اف ماينس اي واحط النتيجه في اف اللي هي اس 0. طيب لو لم يتحقق الكونديشن هنزل السطر اللي تحته اعمل عمليه الاديشن، اجمع جي اللي هي اس 1 على اتش اللي هي اس 2 واحط النتيجه في اس 0 اللي هي اف، وبرضه هنزل على السطر اللي بعده وانفذه زي ما اتفقنا. لو حطينا بقى الالس المره دي الكود مع انه شبه التاني بس كل اللي اتزاد عليه كلمه else، لو حطينا كلمه else يبقى معنى كده انه يا اما هينفذ الانستراكشن اللي فوق يا اما اللي تحت. المره دي هو جاب الاديشن فوق علشان تبقى هي اللي تتنفذ في حاله الايكوال زي اللي فات بالظبط بس كان كاتبها تحت. المره دي جابها فوق علشان هي اللي هتحصل في حاله الايكوال، بينما في حاله النوت ايكوال هينفذ اللي تحت اللي هي subtraction. هنا بقى لما نشوف المنظر ده يبقى هنا لو تحقق الكونديشن مش هينط. انا بقى في الاسمبلي انا عندي لما بيتحقق الكونديشن بنط فباخد عكس الكونديشن. يعني لما اجي اترجم ده اقول branch if not equal عشان احافظ على التسلسل ده، عشان احافظ على الترتيب ده اقول branch if not equal اي وجي اللي هما اس 3 واس 4 الى الليبل بتاع المكان الجديد اللي هو else. هنفترض ان احنا هنسميه else على 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 نفس يعني كلمه else اللي هنا، طبعا مش شرط يعني ممكن تسميه ال1 او تسميه اي حاجه. ففي حاله ان هو نوت ايكوال هتنط للمكان ده وساعتها في المكان ده هتعمل عمليه subtraction. طيب في حاله لو ما كانوش نوت ايكوال يعني كانوا ايكوال مش هينط وبالتالي هينزل للسطر اللي تحته ساعتها يعمل عمليه الاديشن. طب بعد ما يعمل اديشن المفروض ايه؟ المفروض ان هو ما يجيش على اللي بعده. فيعني امبليسيتلي كده ضمنيا انت المفروض تنط بعد ما تخلص دي فوق الجزء ده والا هيتنفذ. لو انت ما نطيتش فوقه يبقى باي ديفولت هو بعد ما يخلص السطر ده هينفذ السطر اللي تحته، وده مش المفروض يحصل في الحاله دي. نيجي نبص على الحل كده. طبعا من المفيد جدا في المسائل دي حتى وانت بتحل في امتحانات انك تعبر عنها باكتر من طريقه. طريقه الفلوت شارت توضح لنفسك اولا وللي بيصحح الامتحان ثانيا انك انت فاهم وعامل تنظيم منظم افكارك وعارض لنا التنظيم ده في شكل فلوت شارت بحيث انك حتى لو غلطت بعد كده هنا يبقى باين انك انت كنت ماشي صح هنا بس في حاجه يعني ما ظبطتش معاك. فهنا عرض لنا الفلوت شارت اي بتساوي جي في حاله ترو وفي حاله فولس. طيب هنا بقى الكود برانش اف نوت ايكوال لان احنا عندنا قلنا في حاله تحقق الكونديشن بالنوت فدايما بيحطها عكس الكونديشن اللي موجود في السي. اس 3 واس 4 ليه الليبل اللي اسمه else؟ احنا قلنا ده مجرد ليبل ده عادي انت بتسميه اي حاجه هنا بس يعني استخدم كلمه else علشان تبقى شبيهه بالكلمه دي لكن مش ما هياش ريزيرفد وورد يعني ليست لها معنى ككلمه في حد ذاتها. ففي حاله ان هم not equal هيروح للليبل ده اللي هو else ويعمل subtraction. في حاله ان هم equal مش هينط هيجي عند السطر اللي تحته يعمل الادش. بعد ما خلص اديشن انا عايزه ما يجيش على السطر اللي تحته فلازم ينط في ايه. فهنا استخدم unconditional jump الجي وعمل ليبل مخصوص في الاخر سماه exit برضه ده اسم سميه زي ما انت عايز. عمل جامب على الليبل اللي هو حطه في الاخر علشان يتجنب ان هو السطر ده يتنفذ بعد السطر ده. طيب كده احنا شفنا ازاي هو بيعمل الكونديشن بيتست الكونديشن اللي هو الايكوال والنوت ايكوال. هنفترض ان احنا كده ايه ماشيين معاه وهو بيفكر وبعدين لقى نفسه بيفكر في الكونديشنز اللي هي less than و greater than ما عمل لهمش حاجه. يعني هنتخيل كده كما لو انه ايه كان في الاول ماشي
افتكر ان هو كده خلص خلاص الكونديشنز، لا نفسه لا ده لسه في كونديشن تاني اللي هو ليس ذان وجريتر ذان، ما ينفعش اكمل اللغه بتاعتي من غيرهم، ما فيش بديل ليهم، لازم يتوجد انستراكشن بتقارن اقل منه واكبر منه، وما ينفعش اعوض عنه بحاجه تانيه. طيب يبقى اذا محتاجين نعمل زي ما عملنا برانش اف ايكوال وبرانش اف نوت ايكوال، نعمل كمان برانش اف ليس ذان وبرانش اف جريتر ذان. قعد كده يفكر، لا ان انا ممكن ليس ذان وجريتر ذان الاثنين يعني عكس بعض، فلو عندي واحده ممكن يعني هي اللي يعني واحده عاملها بالثانيه، يعني الاثنين يتعملوا بواحده فيهم. طيب فمبدئيا كده مش لازم اعمل الاثنين، ممكن نعمل واحده والثانيه هتتعمل عن طريق الثانيه. فقرر ان هو يعمل الليس ذان وجريتر ذان مش هيعملها، هتتعمل عن طريق الليس ذان. ولكن لقى ان هو لو عملها بنفس الصوره اللي عملها في البرانش ايكوال ونوت ايكوال، يعني يعمل الكومبير والبرانش في نفس الانستراكشن، لقاها هتاخد وقت معقده زي ما هو كاتب تحت كده. Does not include a single compare and branch instruction because it is too complicated. طب ايه الحل؟ الحل بقى هو اللي الناس اللي بتاع الماشينز التانيه عملوه، ان هم يعملوها على سطرين، سطر يقارن وسطر تاني يبرانش، ده اللي هو كان بيتجنبه في اللي عمله قبل كده، دلوقتي رجع لقى نفسه هيعمله. يبقى انا هعمل مقارنه لوحدها، لقى ان هو هيعمل مقارنه لوحدها وهو ما عملندوش امر مقارنه، فاخترع بقى امر للمقارنه مخصوص علشان عمليه الليس ذان اللي هي كمان هتفيدنا في الجريتر ذان، وسماه set on less than SLT set on less than. عمل منها two versions، الفيرجنز اللي بياخد 3 ريجستر ويتبع ال R format، والفيرجن الثاني ال immediate SLTI اللي يتبع ال I format بيبقى فيه رقم immediate. الفيرجن الأصلية ال SLT بيقارن الأوبراند الثاني بالثالث S3 بإس 4 في المثال يعني. ونتيجة المقارنة على أساس نتيجة المقارنة، لو كان الأوبرند الثاني أقل من الثالث هيست يعني هيحط واحد في الأوبرند الأول اللي هو في المثال ده T0. لو لم يكن S3 أقل من إس 4 يعني كانت أكبر من أو تساوي إس 4، إذا هيحط في T0 0، يعني كونديشن لم يتحقق. تاني تي 0 بتساوي 1 او 0، بتساوي 1 في حاله ان اس 3 اقل من اس 4، بتساوي 0 في حاله اس 3 اكبر من او يساوي اس 4. ونفس الكلام في الفيرجن الثانيه الايميديت، بس المره دي الاوبرند الثاني ايميديت فاليو، طالما ايميديت فاليو معنى كده ان هو القيمه بتاعته لن تزيد عن 16 بيتس، 16 بيتس سايند يعني كمان بوزيتيف او نيجاتيف 2 باور 15. اقدر اقارن اللي في الريجستر اللي موجود في الاوبرند الثاني بالايميديت فاليو اللي موجود في الثالث. زي ما قلنا دي عمليه مقارنه بس ينتج عنها ان انا بحط واحد او زيرو في الاوبرند الاولاني. انما هعمل ايه بعد كده؟ لسه بقى ايه يتبعه انستراكشن سن. ليه هو لجأ للاسلوب ده؟ لقى انها تو كومبليكيت. طب ما كمل الاول، ما احنا عاملين البرانش ايكوال والبرانش نوت ايكوال بنفس بطريقه البرانش والكومبير مع بعض. anyway يعني طبعا انا بهزر، يعني هو اكيد الديزاين بتاعه له حكمه ورا ان هو يعملها كده يعني. فقال لك هنا either it would stretch the clock cycle time or it would take extra clock cycles per instruction. قال لك لو انا عملتهم عمليه المقارنه والبرانش مع بعض في نفس الوقت هتؤدي الى ان الكلوك سايكل تايم اللي المفروض تستوعب الانستراكشن دي هتبقى طويله، ده معناه ان كل الكلوك سايكل يعني كل ازمنه الكلوك سايكل الموحده، فهيعمل كلوك سايكل في الكمبيوتر ده في الماشين بتاعته لازم يبقى طويل عشان يساعد انستراكشن زي دي، او انه يضطر يعملها على كذا انستراكشن هيزود عدد كلوك سايكلز. لكن لما لقى ان هو يفردها على اثنين فاستر انستراكشنز كده احسن. طبعا الكلام ده بيتعمل بعد دراسات يعني، لكن هو هنا بيقول لنا النتيجه. طيب طبعا لسه ايه هنشوف استخدامها بعد كده في السلايز اللي جايه، بس هو هنا ايه حب يورينا انه عنده امر بيقارن، بس بيقارن فقط في حاله الليس ذات.
البسودو انستراكشنز. كلمه بسودو انستراكشنز معناها شبه اوامر، اشباه اوامر. يعني تفرق ايه بقى عن الانستراكشنز؟ الانستراكشنز اللي احنا كنا بنشوفها دي اوامر الى البروسيسور بتتنفذ ات ران تايم. البسودو انستراكشن اشباه الاوامر دي اوامر برضو، بس اوامر الى الكومبايلر او الاسمبلر اللي بيحول اللغه الى باينري، الى ماشين كود، وتختفي في صورتها اللي احنا كتبناها بعد عمليه الكومبايليشن او الاسمبلنج. قد يظهر لها صوره اخرى بتتحول لحاجه تانيه، وقد لا يظهر لها اي صوره. يعني انت وانت بتكتب الكود بتاعك عايز تقول الكومبايلر حاجه اثناء ما بيحول للباينري، بس بتقولها له عن طريق اوامر اللي هي بنسميها بسودو انستراكشن، اوامر اشباه الاوامر. مثلا في السي بتكتب هاش انكلود او هاش اي حاجه من الهاشات في كل لغات السي، فدي كلها بسودو انستراكشنز، اوامر الى الكومبايلر بيعمل حاجه والحاجه دي بعد كده ما هيش امر موجود له باينري فاليوز. وقد يكون البسودو انستراكشن هي امر للكومبايلر علشان يطلع كود مقابل للكود اللي انا كاتبه، وده اللي هو هنا مركز عليه في السلايدز دي. فمثلا مدينا هنا مجموعه اوامر تحت، مش اوامر بقى اللي هي انستراكشنز، بسودو انستراكشنز. لقى مثلا من ضمن الاوامر اللي مستخدمه كتير في البروجرامنج، البروجرامرز بيحبوا يحطوا صفر في بعض الفاريبلز اللي هي هنتفق ان هي ريجسترز، فاسهل ليهم ان هم يكتبوا كلمه كلير ويحطوا اسم الريجستر، كلير ويحط اسم الريجستر على طول، بس هو ما عندوش امر اسمه كلير، وحسب الليست اللي هو ادهالنا قبل كده ما ينفعش يعمل حاجه زي كده، لكن عنده بديل ليها. البديل كان انه بيجمع لما بيحب ينقل قيمه في ريجستر بيجمع زيرو على القيمه اللي هو عايز ينقلها، وبعدين باي ديفولت الامر الاد الاديشن بيحط نتيجه الجمع في الديستنيشن. طب انا لو عايز انقل زيرو ممكن اجمع زيرو على زيرو واحط نتيجه الجمع في الريجستر. دي الطريقه اللي هو تتنفذ عنده، والطريقه دي طبعا لفه كده غريبه ومش كل الناس تفهمها، لازم نقعد نشرحها للناس اللي هيشتغلوا وبتضايق يعني. فقال لك ايه، الناس البروجرامرز ما عندهمش خلق يقعدوا يسمعوا القصص واللف ده كله، هم بيحبوا الامر المباشر يكتبوا كلير، بس هو ما عندوش حاجه اسمها كلير، فقال لك انا هعملها لهم كده اسمها كلير، هو يكتبها وبعدين الكومبايلر او الاسمبلر هيشوف الكلمه دي هيعرف انها بسودو انستراكشن لانها من ضمن الكلمات اللي متخزنه عنده، هياخدها يحولها للامر الثاني اللي يشتغل فعلا اللي هو اد زيرو مع زيرو، طبعا ده ريجستر اسمه زيرو احنا قلناه المره اللي فاتت، ويحط نتيجه الاديشن اللي هي هتبقى زيرو طبعا في ريجستر، كده هتؤدي نفس الغلط. دي الصوره اللي هو يقبلها عنده، دي الصوره الانستراكشن الاساسي اللي هيطلع له باينري كود. يعني انت بعد ما تكتب البروجرام انت كاتب في البروجرام بتاعك الامر كلير، لكن فعليا امر كلير ده ليس له وجود، ده مجرد الكومبايلر او الاسمبلر هيشوفه هيروح محوله للامر اللي الثاني ده اللي هو اد، وده اللي هيطلع له باينري كود، وده اللي هيتوجد في الاخر في الكود الباينري كود اللي موجود على الهارد ديسك اللي متخزن. إذن هي عملية مؤقتة، البسودو انستراكشن عملية فقط للكومبايلر، أوامر للكومبايلر أو الاسمبلر بيشوفها وياخد على أساسها أكشن. زي ما قلنا قد يكون الأكشن ليس له تأثير at runtime، يعني خلاص اختفى، يعني ممكن يعمل حاجة مش لازم يطلع لها باينري. والحالة الثانية اللي هو باينة قدامنا انه بيبدل الانستراكشن بانستراكشن ثانية ليها باينري، بس الثانية هي ليها باينري.
لكن الاولاني دي ملهاش باينري. بالمثل بقى عنده مجموعه حاجات كده، لا ان البروجرامرز بيحتاجوا بشده ان هم ينقلوا من ريجستر حاجه زي كده، وبيعملها عن طريق الاديشن. فهي الايه، انا هوفرها للبروجرامرز في صوره سودو انستراكشن وسماها ام او في اي، ولكن الكومبايلر او الاسمبلر لما هيشوف الامر ده هيروح شايله وحاطط مكانه اد للريجستر الثاني مع زيرو، يجمعه مع زيرو ويحط نتيجه في الاولاني. ده هيحقق الهدف، بس البروجرامر من وجهة نظره هيكون كاتبها بالصورة دي. برضو الأمر نوت من الحاجات المهمة ومستخدمة كتير. هو ما عندوش نوت، احنا قلنا هو عنده and or ونور، وقلنا ان نور بيستفيد بيها ان هو ممكن يعمل منها النوت ويعمل منها الاكس او. فالناس يعني ايه متعودين على النوت اكتر ما متعودين على النور، فهو الواحد بيبقى عايز يكتب نوت يعكس ال 1 0 0 1 مثلا، هنا نوت اس 4 ويحط نتيجه في اس 3. هو بقى ايه، يشوف النوت يشيلها ويحط مكانها نور اس 4 مع 0 ويحط نتيجه في اس 3. وشفنا قبل كده انها ده بيحقق المطلوب. حته برانش بي ال تي، برانش اون ليس ذان او برانش اف ليس ذان. احنا قلنا ان هو ما عندوش حاجه اسمها كده، هو عمل برانش في ايكوال وبرانش في نوت ايكوال، دول انستراكشنز. لكن بي ال تي ما فيش عنده انستراكشن بي ال تي، والبديل ليها اس ال تي. ودي يعني دي احد ده جزء، ولسه الجزء الثاني بتاع البرانش اللي لسه ما شفناهوش. هنا بقى ايه بيقول لي، انا هعمل سودو انستراكشن اسمها بي ال تي، ادي ايحاء للبروجرامر ان انا عندي الانستراكشن اللي بتقارن ما بين تو ريجسترز، وعلى اساس المقارنه بتجمب بتبرانش لمكان. والمقارنه هنا الكونديشن بتاعها الليس ليس ذان. يبقى هنا لو كانت اس 3 اقل من اس 4 هيبرانش الى الليبل اللي اسمه ليس. ده ما فيش انستراكشن كده، هو هيشيلها ويحط مكانها اثنين انستراكشن. الاولاني هي سيت اون ليس ذان لسه الى اس 3، هل هي اقل من اس 4؟ لو كانت اقل بيحط في الريجستر الاولاني واحد، لو ليست اقل يحط في الريجستر الاولاني زيرو. ثم يجي انستراكشن ثانيه في السطر اللي بعده اللي هي البرانش بقى. بما ان هو عايز يبرانش لو كان ليس ذان، فالمفروض لو كان ليس ذان هيحط في الاي تي واحد، يبقى عايز يقول ايه؟ عايز يقول برانش في ايكوال الريجستر الاولاني واحد الى الليبل اللي اسمه ليس. بس ما عندوش هنا الواحد ده هيحطه ازاي؟ ما عندوش ريجستر جواه واحد. لو كان عنده ريجستر قيمته واحد كان يحطه هنا في الاوبرند الثاني ويقارن يقول برانش في ايكوال، ما عندوش كده. لو عنده يعمله، بما ان هو باي ديفولت ما عندوش، وانت ما عندكش حاليا ريجستر جواه قيمه واحد، لكن عنده ريجستر جواه زيرو، بس هو عايز يتست على ان هو بيساوي واحد، يبقى استخدم عكس الكونديشن بي ان اي للريجستر. هي معناها برانش في ايكوال ريجستر مع واحد. فلو كان اي تي بيساوي زيرو معناها اي تي لا تساوي زيرو معناها انها بتساوي واحد، هيجمب الى ليس، وبالتالي كده حقق نفس الهدف المطلوب في الانستراكشن في البسودو انستراكشن دي. طيب ناخد بالنا ريجستر اي تي كنا جبنا سيرته ساعه لما استعرض ال 32 ريجستر اللي عنده، ده كان واحد منهم، وقلنا ان ده له استخدام خاص. ايه هو الاستخدام الخاص ده؟ انه الكومبايلر او الاسمبلر هو اللي بيستخدمه، مش احنا اللي بنستخدمه. احنا البروجرامرز ما بنستخدمش الريجستر اللي اسمه اي تي، الكومبايلر هو اللي بيستخدمه كريجستر مؤقت لما يحتاجه. ففي حاجه زي كده انت كاتب الامر باستخدام الريجسترز العاديه، لما جه هو يفرض الامر ده اللي هو البسودو انستراكشن الى اوامر حقيقيه الى انستراكشنز، كان محتاج ريجستر زياده عليهم، وهو مش من حقه كده يروح مستخدم ريجستر الاي تي تمبرري المخصص للحالات اللي زي دي، يتوجد هنا علشان يستخدم في العمليتين دول وبعد كده خلاص يختفي. طيب الاكسرسايز اللي بعده هو بيقول لك، بما انك فهمت الفكره، عايزين بقى البروجرامر اللي متعود جاي من ثقافه تانية بيشتغل على ماشينز تانية،
ومتعود ان هو كان دايما بيكتب برانش اف ليس ذان اف ليس ذان اور ايكوال اف جريتر ذان اف جريتر ذان اور ايكوال. عاوزين نوجد له بقى كود انستراكشنز بتحقق له الصوره اللي هو متخيلها، على الرغم ان كل دول مش موجودين في الماشين دي بشكل مباشر، لكن نقدر نعملها بقى في الصوره اللي احنا شفناها زي ما شفنا البي ال تي كده. نعمل بقى بي ال اي less than or equal gt greater than ge greater than or equal. نقدر نعمل بقى كل الصور الغريبه دي مختلفه، بس هتبقى pseudo instructions. وهنشوف مع بعض بعد شويه واحده فيهم، وانت تقدر تقعد تحلها تجرب كده تعمل branch of less than or equal. يبقى انت محتاج تتست على اتنين كونديشن، less than و equal، مش كونديشن واحد. وهنا greater than عكس less than، يعني عكس less than greater than or equal اللي هو يديلك الاخير. هنا عايز تستبعد كمان كونديشن ان هو يكون equal، فتقدر انت تقعد وتجربهم كده. وفي الامتحان امتحانات ممكن يجي لك انك انت يجي لك pseudo instruction سواء من اللي موجودين هنا او اول مره تشوفه، بس هيتشرح لك هو هدفه ايه. يعني يقول لك pseudo instruction دي المفروض تعمل كذا كذا كذا، اوجد انت بقى المقابل بالانستراكشنز اللي يعمل الكلام ده. فلازم يكون عندك القدره على ازاي تعمل عمليه مش موجوده بشكل مباشر في لسته العمليات بتاعته، لكن هتتعمل عن طريق انك تستخدم اكتر من انستراكشن زي ما شفنا في العمليات دي. طيب كنا شفنا قبل كده لما بيورينا لما كنت بتكتب higher level language بيستخدم الكومبايلر عشان يحوله بشكل مؤقت الى assembly language، ثم بيستدعي الاسمبلر علشان يحول من الاسمبلي الى الباينري. ولو عايزين نمشي الطريق العكسي بنجيب حاجه اسمها disassembler تاخد الباينري تحوله الى assembly، وكنا عملنا عليها examples وقلنا انها هتيجي في الامتحان. ازاي انت المفروض تبقى عندك عارف انك تحول من assembly الى باينري ومن باينري الى assembly، وعارف تحول من higher level language واحنا مختصين بالسي بس، من السي الى الاسمبلي ومن الاسمبلي الى السي. فدي الجزئيه بقى بتاعت من الاسمبلي الى higher level language اللي هي في حالتنا سي. لازم يكون عندك قدره على فهم الكود والتعبير عنه بصوره more readable باستخدام احد لغات higher level language، واللي في حالتنا هنكتفي بان هي سي. طيب يبقى المطلوب هنا الديكومبايل هي عملية تحويل من assembly إلى C عشان نعمل نحولها إلى C. طبعا هي هتتحول C أكيد بعد التحويل، هتكون عدد سطورها أقل من أو في حالات استثنائية بتساوي سطور assembly، لكن دايما يعني بصفة غالبة هتلاقي إنه عدد سطور C دايما بتبقى أقل من assembly. فهنا عندنا الاسمبلي مكتوب فيه خمس سطور، نفهم هو بيعمل ايه وبعدين نعبر عنه بالسي. اول ما نشوف عمليه مقارنه يبقى معنى كده انه في السي هيبقى فيه if condition if statement، سواء موجوده في صورتها الاصليه او موجوده من خلال لوب، لان اللوبس برضو فيها if condition، الفور لوب والوايل لوب، بس احنا لسه ما خدناش فور وايل. فحاليا يعني دي هتبقى معناها if statement. طيب عندنا هنا اول سطرين set unless than immediate وbranch of equal، يبقى عمليه مقارنه وعلى اساس المقارنه بنعمل branch. set unless than بيقارن هل s5 اقل من 5، على اساس نتيجه المقارنه لو كانت S5 اقل من 5 هيحط في الAT 1، لو الS5 ليست اقل يعني اكبر من او تساوي 5 هيحط في الAT 0. يجي السطر اللي بعديها
برانش في ايكوال، لو كانت AT بتساوي 0 هيروح لإلس. يبقى غالبا كده أول ما أشوف الصورة دي غالبا لما أجي أحطها في السي هشوف عكس الكونديشن، يعني هو هنا بيقول لي برانش في ايكوال AT وزيرو، عكس الكونديشن سوري اللي هو فوق less than، يبقى غالبا أنا بقارن greater than. ليه أنا قلت الكلام ده؟ لأن هو هنا ببرانش، خد بالك هنا لو الـ AT بتساوي 0 هيبرانش، 0 دي بتتحقق في حالة لو كانت الـ S5 ليست أقل من 5. يبقى الكونديشن نفسه لو كانت S5 لا استنى بقى، لو S5 أقل من 5 هيحط في الـ AT 1، لو الـ AT بزيرو هيبرانش. يبقى لو الـ AT بواحد هينفذ، مش هيبرانش، هينفذ اللي بعده. يبقى إذا لا، يبقى إذا احنا هناخدها زي ما هو موجود في الكونديشن less than. يبقى أقول if S5 أقل من 5 هينفذ الأديشن مش هيبرانش، if S5 ليست أقل من 5 ده معناه إن الـ AT بزيرو، معناه إن هو هيبرانش للإلس ويعمل اللي موجود هنا. تاني هنا عندنا set on less than عملية مقارنة، بس عندنا هنا البرانش فسرنا ان هو ما عندوش في عملية المقارنة ما عندوش ريجستر فيه واحد، فبالتالي بيستخدم الريجستر اللي فيه زيرو وده جاهز اوريدي مش محتاج يحضره. بس هنا لما بيقارن AT مع زيرو ده عكس نتيجة المقارنة اللي فوق، اللي فوق هنا بيخلي الـ AT بواحد لو كان تحقق الكونديشن اللي هو لسه، فهنا ببرانش في حالة عدم تحقق الكونديشن. فهنا لما نيجي نحولها لسي هناخد نفس الكونديشن اللي فوق، if S5 اللي بيعبر هنا ايه اللي تحت S5 تعبر عن I و S6 تعبر عن X، S5 اللي هي I if I اقل من 5 ده معناه ان الـ AT هتساوي 1، ده معناه ان هو مش هيبرانش، ده معناه ان هو هيجي على السطر ده add 6s6 s5 و 0. الصوره دي احنا شفناها قبل كده كتير، هيجمع 0 على حاجه يعني مش هيغير قيمتها، يبقى اذا بينقل الحاجه دي ال s5 الى s6 يعني ينقل i الى x، يبقى x هتساوي i، if i اقل من 5 x بتساوي i، وبعدين ينط jump exit ينط فوق السطر ده. ليه؟ علشان السطر ده else، يبقى اقول ايه في السي ايلس اجمع على اس 6 اللي هي اكس يعني 0 و 0، يعني كاني بيقول اكس بتساوي 0. طبعا الكلام يعني الافضل ما يتسمعش، الكلام ده يتكتب، الكلام ده الواحد لما تيجوا تذاكروا تحاولوا تقروا الكلام ده من نفسكم كده ومخكم هو اللي يحاول يترجم، والحل موجود. يبقى هنا if i اقل من 5 x بتساوي i else x بتساوي 0، وما يمنعش وانت بتجرب انت بتحل تجرب، يعني لو يعني مش شرط تجيب الاجابه الصح من اول تفكير، جرب كده مع نفسك، لو انت في مره عملتها ممكن مثلا تعملها في الاول غلط if i اكبر من 5 او تحط السطر ده في العكس، يعني بعد ما تطلع النتيجه جربها كده مع اللي موجود شوفها بتوافق اللي موجود ولا لا، ما فيش مشكلة انك تغلط مرة طول ما انت لسه بتراجع وبتصحح اللي انت عملته. فهو هنا قسم الكود، قسم الكود اول اتنين لانها عملية مقارنة وبرانش بيزد على المقارنة، فجمعهم مع بعض لقى ان الاتنين دول يقابلوا عملية تيست اذا كان greater than or equal. احنا كنا لسه بنتكلم من اتنين سلايدز انه طبعا بي اي جي اي دي بسودو انستراكشن، طالب في الاكسرسايز اللي قبل لو انت عندك بي جي اي ازاي تفكها، فهي تتفك في الاثنين دول. فهنا عملية المقارنة هل اس 5 اقل من 5 في حالة انها سوري لو هي اكبر من 5 اكبر من او تساوي 5 هيعمل بريتش، فهنا اتكتبت في صورة اقل من 5 لو ما تحققش الكونديشن هيبرانش، يبقى معنى كده انه ما تحققش معناه ان هو اس 5 اكبر من 5 اكبر من او تساوي 5. وهنا عامل
للريجستر مع زيرو، كأنه بينقل قيمة ريجستر نفسه مباشرة في ريجستر الديستنيشن. وهنا الأخيرة اللي هي عملية الكلير اللي هو كان لسه موريها لنا من السلايد، من 2 سلايد. لما بنكتب كود ونعد عدد الأوامر اللي احنا كتبناها في الكود، اللي هي غالبا كل أمر في سطر وبالتالي بتبقى عدد سطور، ده اسمه الستاتيك سايز، static code size، اللي هو عدد الأوامر اللي انت كتبتها في الكود كله. لكن لو انت كتبت في الكود if statements او for loop او while loop، فانت فعليا وغالبا لا يخلو program من if statements او loops، فانت فعليا عدد السطور اللي بتتنفذ مختلف عن عدد السطور المكتوب. يعني في حالة الـ if statement، انت لو انت كتبت if و else، فانت معنى كده انك بتحط condition على التنفيذ. لو condition اتحقق هتنفذ كود، لو ما اتحققش هتنفذ كود تاني، انت في جزء من الكود مش هيتنفذ معاك حسب الـ condition. وبقى لو في loops كمان بقى، انت ممكن يبقى في جزء من الكود هيتنفذ اكتر من يعني عدة مرات على حسب الـ loop نفسها كم مرة. فعدد الكود الانستراكشنز اللي بتتنفذ عمليا ده اسمه دايناميك كود سايز. فاحنا عندنا دايما البروجرام اللي ظاهر لينا والسهل ان احنا نقيسه الستاتيك كود سايز، اللي هو مجرد عدد الاوامر اللي مكتوبه، بينما اللي بيرن عملي ده اسمه دايناميك كود سايز، وده ممكن يختلف من مره للتانيه. يعني طبعا انت كاتب بروجرام مش دايما بيتنفذ بسيناريو واحد، مره يتنفذ، مره الاف كونديشن الكونديشن يتحقق بترو ومره يتحقق بفولس. اللوب نفس الكلام، مش شرط كل مره يعمل عدد مرات اللوب، بيبقى في كونديشن بتشيك عليه وعلى اساسه بيقرر يعمل اللوب كم مره. فهنا عايز برضو يورينا الحاله دي الكود اللي فات اللي احنا شفناه ده، الستاتيك كود سايز كام؟ 5 اللي هو مكتوب في الاول، 1 2 3 4 5. طبعا احنا بنعد الكود من غير بسودو انستراكشن، لان بسودو انستراكشن مش دي الصوره اللي بتبقى موجوده فعليا. الصوره اللي موجوده فعليا اللي بيطلع لها باينري هي من غير بسودو انستراكشن، فما نعدش الكود بالبسودو انستراكشن، نعده بالانستراكشنز. فعندنا هنا 5 انستراكشنز، ده الستاتيك كاونت. لكن الدايناميك كاونت احنا عندنا ايه؟ عندنا يا اما الاديشن دي هتتنفذ، وبالتالي في واحده فيهم مش هتتنفذ، وبالتالي الكود الفعلي هيبقى اقل من كده. ففي حاله لو كانت اس 5 اقل من 5، وبالتالي هينفذ عمليه المقارنه بتتم في اول سطرين، هيروح للالس، يبقى معنى كده انه هينفذ 3 سطور فقط، 1 2 3. لو كانت اس 5 اكبر من 5، يبقى في الحاله دي مش هيعمل البرانش، لا هنا البرانش بيتم في حاله انها ليست اقل، في حاله انها اكبر. ففي حاله انها اكبر من 5 هيعمل 3 سطور، في حاله انها اقل من 5 هيعمل السطر اللي بعده ثم السطر اللي بينط فوق السطر ده، يبقى هيعمل 4 سطور. فهو هنا بيسألني في في الاكسرسايز، لو كانت اس 5 4 يعني اقل من 5، ولو كانت اس 5 ب 6 يعني اكبر من 5. في حاله لو كانت اقل من 5 هيعمل 4 سطور، في حاله لو كانت اكبر من 5 هيعمل 3 سطور. ده الدايناميك كود سايز. الاكسرسايز اللي بعده عايزين نعمل ديس اسمبلي، نحول الباينري كود الى اسمبلي كود. او هنا مدينا الباينري كود بس مديهولنا في صوره هيكسا ديسم عشان ما نقعدش نكتب 32 بيتس بالباينري. انت كده كده دايما بتحول لباينري، ده اداهولك هيكسا ديسم اللي انت هتحوله لباينري وتبتدي تشتغل على الباينري. طيب هي طبعا احنا خدناها قبل كده مش اول مره، بس يمكن المره دي عايز يورينا حاجه جديده من خلال عمليه التحويل دي. لو بصينا كده الكود كله زيروز، فدي حاله استثنائيه شويه.
طيب الكود كله زيروز ده احنا مالناش دعوه بقى، احنا هنفترض كانه مش زيروز، كانه عادي في باينري 1 و0 ونقسمه عادي زي ما شفنا قبل كده. اول خطوه نحول الهكساديسيمال الى باينري، هنكتب 32 0 بالباينري ونبتدي نفكر بنفس الطريقه. اول حاجه نشوف السته اللي على الشمال، 6 بيتس اللي على الشمال هنلاقيهم كلهم زيروز، معنى كده ان ده يتبع الار فورمات. بما انه يتبع الار فورمات ابتدي ابص على الستة بيتس اللي على اليمين الاقيهم كلهم زيروز، ابص في التيبل اشوف الانستراكشن اللي الكود بتاعها زيرو، هلاقي فعلا في انستراكشن اسمها اس ال ال شيفت ليفت شيفت لوجيكال ليفت. يبقى دي اول حاجه عرفتها الانستراكشن. بما انها تتبع الار فورمات يبقى عندي ثلاث اكواد للريجسترز، الريجستر الاولاني والثاني والثالث، وبما انها شيفت انستراكشن يبقى في شيفت اماونت. طيب الثلاث اكواد للريجستر في الحاله بتاعتنا دي زيرو، يعني الكود بتاع الريجستر الاولاني زيرو والثاني زيرو والثالث زيرو. ابص في التيبل هلاقي ان الريجستر الكود بتاعه زيرو هو ريجستر زيرو، الريجستر اللي اسمه زيرو الكود بتاعه زيرو والفاليو بتاعته الكونتنت زيرو، هو عاملها كده. يبقى اذا ده عمليه شيفت ليفت للريجستر زيرو عدد من المرات يساوي الشيفت اماونت اللي هو في حالتنا زيرو، ويحط نتيجه في الزيرو ريجستر. يبقى هو ده الاسمبلي كود بتاع المقابل للباينري كود اللي الهكساديسيمال بتاعه ده. كده عمليه التحويل تمت. يبقى اذا الكود ده له مقابل فعلا، مش موجود غلط يعني. طيب هل المسألة انتهت على كده؟ لا، هو طبعا التحويل في حد ذاته مش جديد، مش ده الجديد هنا، احنا عملناه قبل كده. الجديد بقى هو المعنى اللي ورا الانستراكشن دي. ايه الانستراكشن دي؟ بتعمل ايه؟ بتعمل شيفت ليفت للريجستر زيرو، هو اصلا ريجستر زيرو مش محتاج تعمل له شيفت ليفت لان هو جواه زيروز، وبتعمل له زيرو اصلا، بتعمل له شيفت بعدد مرات زيروز اصلا، فهو ملوش معنى، هو انستراكشن ليست لها معنى، ما بتعملش اي هدف، كل هدفها انها تضيع وقت. وبالفعل هو حاططها عشان تضيع وقت. فهو قال لنا بقى ان دي الصوره اللي بيستخدمها لما يحب يعمل انستراكشن بتضيع وقت. الانستراكشن دي اللي بتضيع وقت مهمه ومعروفه في كل الماشينز، وغالبا بيبقى ليها اسم، يعني غالبا اسمها بيبقى نو اوبريشن، نو اوبريشن لا عمليه، عشان هي ما بتعملش حاجه ليها فايده، وبيرمز ليها بالان او بي نو اوبريشن. هو ما عندوش نو اوبريشن كانستراكشن، هو عنده عملها كبسود انستراكشن. ليه؟ زي ما قلنا الناس اللي يشتغلوا اسمبلي لانجوج على ماشينز مختلفه متعودين على وجود حاجه زي كده، فهو اداها لهم عملها لهم في صوره بسود انستراكشن، بس فعليا المقابل بتاعها هو عمليه الشيفت ليفت زيرو للريجستر زيرو عدد زيرو من المرات. فايدتها ايه بقى؟ فايدتها ممكن تكون لو انت مثلا شغال embedded systems انت الكمبيوتر بتاعك بيبقى جزء من ماشين مثلا ممكن تكون فيها اجزاء ميكانيكال، او حتى مش ميكانيكال، اي حاجه مرتبطه بالبروسيسور ابطا منه، فانت محتاج البروسيسور في بعض الاحيان يستنى شويه، تخليه يستنى. يستنى دي معناها انك لازم تخليه يضيع وقت، فعشان يضيع وقت في حاجه بتحط له كود يضيع الوقت ده، وبتحسب الزمن اللي بياخده الكود عشان تبقى لو انت عايز الوقت ده يبقى محدد. فالطريق تضييع الوقت ان هو بيقعد يلف حوالين نفسه في لا شيء، فاللا شيء ده هو النو اوبريشن، هو فعليا شيء يعني في حاجه بتتعمل بس الحاجه دي ليست لها هدف وهو ده المطلوب. فالنو اوبريشن دي من العمليات المهمه والمشهوره، فهو هنا وجدها في صوره بسودو انستراكشن، و ده فعليا الانستراكشن اللي هتتنفذ قصادها. وصلنا بقى ل اللوبس، فور لوب. ازاي نعمل الفور لوب؟ خلاص احنا دلوقتي بقى عندنا القدر الكافي من المعلومات وتعرفنا على الانستراكشنز اللي عنده علشان نقدر نحقق الفور لوب. فور لوب مش حاجه جديده دلوقتي، خلاص هي عباره عن ايه؟ عبارة عن كونديشن بنعمل عليه تيست و بن increment بنزود واحد على variable، فالكلام ده كله خلاص ما بقاش جديد، وبيزد على الكونديشن
بشوف انا هنط لبداية اللوب ولا لا. فقال لنا هنا نجرب بقى في المثال ده، عندنا السي كود فور لوب initialize i بزيرو، وبنتست الكونديشن i اقل من n، وكل مره بنزود i بواحد. جوه اللوب بقى نفسها، البادي بتاع اللوب ان هو بيجمع array of i element في الاري a of i على g، ويحط النتيجه في g، فg بتاكيوميليت اللي موجود في الاري، فماشي من اول الاري a of 0 plus a of 1 plus a of 2 plus a of 3 plus اللي كان موجود في g في الاول، ويحطه في g. واحنا حلينا حاجه شبه دي بس من غير فور لوب، حلينا الجزء ده كده يعني حاجه شبهها يعني قبل كده. قلنا نفتكر بقى اللي احنا عملناه قبل كده، احنا قلنا ان باي ديفولت اي اري هو اري اوف وودز ما لم يذكر غير ذلك. هنا في الاول قال assuming a is an integer array، فهو هنا ذكر فعليا ان هي integer array، والانتجر بيساوي 1 word، فبالتالي هو ما فيش حاجه اتغيرت، الاري ما زال array of words، يعني كل element في الاري 4 بايت. بدايه الاري اللي هي حرف ال a لوحدها من غير اي حاجه، يعني a of 0 يعني موجود في s 4، وبقيه ال variables موجوده في ال G موجود في S1 وال I في S2 وال N في S3. عندنا هنا ال 4 head اللي هي اللي فيها ال initialization وال condition وال increment، وعندنا ال body اللي هو فيه عملية الجمع دي. طيب نبص على الحل ونشرح من خلال الحل. ادي هنا الحل في الجزء ده، عندنا البادي هو اللي متعلم عليه بالاحمر، دي الهيدر بتاع الفور لوب، قسمه جزئين، جزء قبل اللي هو بيتشيك بينيشاليز فيه الاي وبيتشيك على الكونديشن، وجزء بعد اللي هو بيعمل فيه انكريمنت، وده اسهل جزء فيهم لو بصينا عليه كده، هو عايز اي يجمع عليها واحد وينط لبدايه اللوب. جمع واحد معناها استخدم اد ايميديت وكتب الواحد مباشره، والاي نفسها موجوده في اس 2. وهنا عملية النط لبداية اللوب هنا عملها نط unconditional، يبقى الكونديشن مش هيتست عليه هنا، بيتست عليه فوق، فهنا بينط unconditional jump إلى الليبل اللي اسمه 4، طبعا ده مجرد ليبل بس عشان يحطه على نفس الصورة بتاعت السي. قبل البادي في بقى الانيشاليزيشن، الاي بتساوي 0، شفناها قبل كده ان هو بيعمل الكلير، يعني اللي هي بسودو انستراكشن اسمها كلير، بس كانستراكشن بيجمع 0 على 0 ويحطها في S2 اللي هي تمثل الـ i. i أقل من n يبقى عايز يعمل branch if less than، فبيستخدم لها set on less than، أو سوري عايز يعمل branch يعني if less than ينفذ اللوب، if not less than هيخرج بره اللوب، فالاتنين دول مع بعض بيمثلوا not less. خدوا بالكوا SLT و BQ قلناها قبل كده انها تمثل branch if greater than or equal، لو هو greater than or equal هيخرج بره اللوب، عشان كده لو هو greater than or equal هيروح لإكزيت، لو هو not greater than or equal يعني less than هينفذ اللي موجود تحت. فهنا بي set on less than S2 و S3 ال i هل هي اقل من n، يحط في T0 واحد، لو T0 ما فيهوش واحد هيروح لإكزيت، لو في واحد هينزل ينفذ اللي موجود هنا. اللي موجود هنا ايه بقى؟ نفتكر كده كنا بنعمل ايه؟ كنا بنضرب الاي دي في 4 ونجمعها على الاي عشان نجيب العنوان، بعد ما نجيب العنوان نجيب المحتوى بتاع الميموري في العنوان ده. طيب عشان نضرب اي في 4، اي دي اللي هي موجوده في اس 2 عملناها ازاي قبل كده لو تفتكروا؟ جمعنا الاي على نفسها ثم جمعنا الجمع على نفسه، يعني i بلس i بقت 2i، وجمعنا 2i بلس 2i بقت 4i. ليه؟ وقتها ما كناش واخدين عمليات ضرب، وما كناش حتى واخدين الشيفت. بعد ما اخدنا الشيفت وعرفنا ان الشيفت ليفت 1 بيت تقابل عمليه ضرب في 2، فاذا بالمعلومه دي اقدر اضرب في 4 عن طريق ان انا اعمل شيفت ليفت مرتين، وهو ده اللي عمله هنا، شيفت ليفت s2 اللي هي تمثل ال i مرتين،
يبقى كأنه ضرب الاي في 4 وحط نتيجة الضرب في تي 1. بعد ما ضربها في 4 عايز يجمعها على الاي، الاي اللي هي موجودة في اس 4. يبقى الاي بعد ما ضربت في 4 وموجودة في تي 1 جمعها على اس 4 وحط النتيجة فين؟ برضه في تي 1. زي ما قلنا هو خلاص تي 1 الغرض منها بينتهي، فبالتالي ممكن يأوفر رايت عليها مفيش مشكلة. طيب كده العنوان A of I موجود فين؟ في تي 1. عايز بقى يقرا اللي موجود في العنوان ده؟ لود، لود وورد. بما ان العنوان كله خلاص اصبح جوه تي 1 مش محتاج يكمله بحاجه، فبيحط بره القوسين زيرو، لازم يحط رقم. لو ما فيش رقم حط زيرو. هات اللي موجود جوه العنوان ده وحطه في تي 2. وقلنا قبل كده يعني هو هنا من حقه يستخدم زي ما هو عايز من التمبرري ريجسترز، بس الافضل ان هو يوفر. فكان ممكن يحط في تي 1 برضه على فكره، يعني ما كانش محتاج تي 1 في حاجه، كان ممكن يستخدمها يعني، بس هنا فضل يعني ايه، قال لك انا زهقت من تي 1 هنستخدم تي 2 بقى مفيش مشكله. طيب كده التي 2 تحتوي جواها الكونتنت بتاع A of I، نجمعه بقى على الجي اللي هي تمثل اس 1 ونحط النتيجه في جي اللي هي تمثلها اس 1. وكده البادي خلص طبعا بانكريمنت ويجامب لبدايه اللوب ويتست تاني على اي اقل من ان ولا لا. دكتور اتفضل. هو احنا ايه الحاله اللي نعرف فيها ان الانتجر ده مثلا مش 1 وورد مثلا، او يعني حاجه اكبر من 4 بايت؟ هو يعني ينص على ذلك في راس المساله، تمام؟ فكره ان هو يكون اكبر من 4 بايتس، لو بنتكلم بشكل عام مش على الماده بتاعتنا، يعني على الماده بتاعتنا يعني مش هجيب لك حاجه زي كده، يعني ممكن تطمن من الناحيه دي، مش هجيب لك ان هو يكون اكبر. يعني الحاله اللي ممكن تيجي لو جت ان هو يكون اصغر من 4 بايت مش اكبر، يعني يكون array of bytes مثلا. وان كان زي ما قلنا ما زال الحاله الديفولت ان هو الاليمنت الواحد في الاري 4 بايت. طيب هل ممكن يبقى الاليمنت الواحد اكبر من 4 بايت لو احنا بنتكلم بشكل عام؟ اه، في زي ما كده عندنا في السي مثلا، عندنا الوورد والدبل وورد كداتا تايب، في اليمنتس ممكن تبقى باحجام كبيره اكبر من حجم الوورد الطبيعي، ودي ليها تعامل بقى يعني كومبليكيتد شويه. هل هنيجي هل حاجه زي كده تيجي في الماده بتاعتنا؟ لا، مش هجيب لك حاجه اكتر من 4 بايت، والديفولت ان هو يكون 4 بايت. يعني انت لو يعني بنسبه 90% ولا اكتر يعني ممكن تطمن ان هو دايما هيبقى array of words. بس يعني ايه، اقرا راس المساله برضو لعل يعني ايه احب اعمل معاك تريك واقول لك بس ان هو array of bytes، يبقى معنى كده ان كل element في الاري 1 بايت بس او 2 بايتس، يبقى كل element 2 بايتس، يبقى انت هت increment by 2 ماشي. بس يعني زي ما قلنا الحاله الغالبه 90% او اكتر هتبقى array of words، والورد هو الانتجر. طب هو معلش بس ممكن سؤال كمان بس في الاكسرسايز اللي قبليه اللي هو بتاع 25، هو احنا هنا عرفنا منين ان الكونتينر اللي احنا بنعمل لهم شيفت يعني 0 0 يعني حددنا الرقمين ازاي؟ طيب انت اول حاجه قلنا هتفرد الهكسا ديسيمال ده في باينري ماشي، بعد ما تفرده طبعا في حالتنا دي هيبقى كله زيروز ماشي. بتمسك ايه؟ بتمسك اول 6 بيتس على الشمال اللي هم الاوبريشن كود، هتلاقيهم بزيروز، هتعرف من كده انه ده ار فورمات. طالما ار فورمات هتستدعي بقى الار فورمات كله اللي هو ايه، متقسم 6 من اول الشمال كده، 6 على الشمال ثم 5 5 5 5 ثم 6 على اليمين. ده الشكل ده لازم تكون حافظه الار فورمات. الستة اللي على الشمال زيرو ده معناه الار فورمات. تبص على الستة اللي على اليمين هتلاقيهم زيرو برضو في الحالة بتاعتنا، يعني ده هتبص في التيبل اللي فيه اكواد الانستراكشنز هتلاقيه يقابل SLL. تبتدي تبص من بعد اول ستة على الشمال الخمسة بيتس اللي بعديهم، ده يمثل كود ريجستر اللي هو الديستنيشن ريجستر. ففي الحالة دي هتلاقيه بزيرو.
او يمكن في حاله الشيفت بالذات كمان احنا عندنا الثلاثه ريجسترز اثنين بس مستخدمين والثالث مش مستخدم، فانت هتلاقي الاثنين المستخدمين الكود بتاعهم زيرو. هتبص في التيبل هتلاقي ان الريجستر اللي الكود بتاعه زيرو هو ريجستر اللي اسمه زيرو، وبالتالي هتحط هنا زيرو وهتحط هنا زيرو، والشيفت اماونت في الحاله دي زيرو فهتحط هنا زيرو. مش ده سؤالك ولا انت بتسأل حاجة تانية؟ تمام. تمام، شكرا لك. طيب نوصل بقى للنقطة لما كنا بنقول حالة البرانش انستراكشنز، ان احنا عندنا المكان اللي بيتحط فيه العنوان اللي المفروض يعمله برانش 16 بيتس. يبقى معنى كده ان المفروض ان هو يروح لعنوان مكون من 16 بيتس. الكلام ده مش صح، العنوان مكون من 32 بيتس، يبقى لابد ان ال 16 بيتس يتحولوا الى 32. يتحولوا ازاي بقى؟ هنا لجأ انه يستخدم احد الادريسنج مودز اللي هي فعليا مستخدمه في كل الماشينز، يعني اسمها ريليتيف ادريسنج. ريليتيف يعني نسبيه. عشان نبينها هضرب مثال بالعمارات اللي في الشارع. انت لو ماشي في شارع طويل وفي عمارات كتير قوي مترقمه، عماره رقم 1 2 3 4 لغايه عماره رقم 1000، وانت ماشي في الشارع بتدور على عماره معينه، وسالت واحد من اللي ساكنين في الشارع انا عايز اروح لعماره 767، طبعا عشان يقول لك بقى يعني يوصف لك فين عباره 767 صعبه، وممكن تكون انت واقف بعيد شويه، فالاسهل يقول لك ايه، هي بعد خمس عمارات على اليمين او بعد 10 عمارات، يعني يديها لك بالمسافه ما بين النقطه اللي انت واقف فيها والنقطه اللي المفروض توصل لها. يبقى لو انت قريب من العنوان اللي انت عايزه سهل ان يقول لك انت بعدك قد ايه عن العنوان ده. ساعتها الرقم اللي هو بيقوله لك هيبقى رقم بسيط، غالبا هيكون انت على بعد عمارتين 3 10 20. لكن لو انت بقى واقف في اول الشارع وبتسأل على عمارة موجودة في اخر الشارع، لا طبعا صعب، يعني ما ينفعش يقول لك انت هتمشي 700 عمارة، الرقم كده ملوش معنى، لان فعليا اللي هيحصل انك لما تقرب هتبتدي تسأل، فغالبا انت هتسأل وانت بينك وبين المكان الديستنيشن اللي انت عايز توصل له عدد قليل. ففكرة ان واحد يقول لك العنوان بالبعد اللي بينك وبين العنوان ده اسمه relative addressing، العنوان النسبي نسبة انت واقف فين. فعايزين نطبق او هو عايز يطبق نفس الفكرة دي في حالة ال BNE وال BEQ. المفروض ان هو ان احنا بنكتب عنوان، بس العنوان بيتكتب في 32 بيتس، بينما اللي موجود فعليا 16 بيتس بس، و16 بيتس كمان سايند، يعني هم 15 بيتس وال16 دي بتستخدم عشان تقول هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. فانت فعليا محصور في عدد قليل. فاللي بيحصل ان هو اللي بيتكتب في ال16 بيتس ده ادرس نسبة للمكان اللي البي سي واقف فيه. ايه البي سي ده بقى؟ ده البروجرام كاونتر، ده بوينتر بيشاور على السطر اللي بيتنفذ. انت لما انت واقف بتنفذ البي اي كيو والبي ان اي المفروض يكون بيشاور على البي اي كيو والبي ان اي، بس في حركه كده ان هو ايه، كل ما بيروح ينفذ انستراكشن البروسيسور كل ما يجي ينفذ انستراكشن اللي هي بيشاور عليها البي سي، اول خطوه بيعملها ان هو بيزود البي سي عشان تشاور على اللي بعدها، ودايما هو مفترض ان اللي بعدها هو نفس العنوان زائد 4، فهو فعليا اول خطوه بيعملها ان هو يزود على البي سي 4. فاللي هيحصل ان هو دايما العنوان اللي انت هتعمل له برانش هو عباره عن البي سي بلس 4 بلس اللي مكتوب في ال 16 بيتس. يبقى قلنا الريليتيف ادريسنج بيحسب العنوان على بعد مسافه قد ايه من البروجرام كاونتر، البروجرام كاونتر بيشاور على الانستراكشن
اللي بتتنفذ فعليا وقت ما هو واقف على الانستراكشن بتاعه البرانش بي اي كيو او بي ان اي، البرانش البروجرام كاونتر واقف على الانستراكشن اللي بعدها، وبالتالي بيبتدي يحسب العنوان الجديد المكان اللي هو هينط ليه بلس اللي مكتوب في 16 بيتس بتوع البرانش اللي احنا قلنا هم بوزيتيف او نيجاتيف 2 باور 15. المفروض اللي مكتوب ده يبقى مكتوب كعدد اماكن هو هينط ليها. طب اماكن دي يعني كام بقى، بايتس ولا ووردز؟ لو عملناها بايتس يبقى هو احنا عارفين ان الانستراكشن الواحده 4 بايت 1 وورد، فهو لما يقول انط اربع اماكن 4 بايتس يعني يبقى معنى كده هو بينط انستراكشن واحده بس، يبقى احنا كده ايه يعني المكان محدود وانا كده ضيعت المسافه اللي انا ممكن انط لها. فهو قال لك لا انا هكتبها بعدد الوردز، يعني الرقم اللي هتكتب ده فعليا هيتضرب فيه 4، فانت هكاتب مثلا 5 معناها ان انت هتنط 5 في 4 ب 20 بايت، فالخمسه دي معناها 5 ووردز. عشان كده هنا البرانش اوفست اللي مكتوب في البرانش في الايميديت فيلد بتاع البرانش بيتضرب فيه 4. يبقى النكست بي سي البروجرام كاونتر الجديد القيمه الجديده بتاعته العنوان الجديد اللي هينط له عباره عن البي سي بلس 4. قلنا بلس 4 دي معناها ان بيشاور على اللي بعد البرانش، وده الطبيعه بتاعته كده، ده العادي بتاعه يعني. بلس اللي مكتوب في الخانه بتاعه الايميديت فاليو بتاعه البرانش اللي هي تمثل العنوان الجزء من العنوان الجديد مضروبها في 4 مثالين بقى، يعني الجزء اللي على الشمال والجزء اللي على اليمين، انه برانش فورورد وبرانش باكورد. في حاله البرانش فورورد ادي البي اي كيو مكتوب بي اي كيو بيقارن تي 0 بتي 1، لو كانوا ايكوال هيروح لسكيب، سكيب دي موجوده بعديها اهي. اثناء ما هو بينفذ البي اي كيو البروجرام كاونتر كان اوتوماتيكالي بيشاور على اللي بعدها اللي هي ان او بي. يبقى هو لما المفروض الرقم اللي اتكتب هنا كام، بما ان البي سي بيشاور على اللي بعدها طبيعي يبقى هو المفروض ينط ادي 1 2 3، يبقى هيكون مكتوب هنا في مكان السكيب 3. ساعة لما يجي ينفذ هيروح جايب الثلاثة ضربها في 4، يبقى 3 في 4 ب 12 بايت لأن العناوين بالبايت، وجامع ال 12 على البي سي بلس 4 يعني جامعها على العنوان ده هيقدر يوصل للمكان ده. طيب في حالة الباكورد ادي البي اي كيو، البي سي هيشاور على اللي بعدها، يبقى المفروض يكون مكتوب هنا في المكان بتاع ال 16 بيتس ده كام؟ المفروض ان هو وهو بيشاور على اللي بعدها لما يجي يروح لللوب يرجع لورا 1 2 3 4 5، 5 بالعكس 5 لورا يبقى نيجاتيف 5، يبقى المفروض يكون مكتوب هنا نيجاتيف 5 في المكان ده.